مدينة الشباب 2030 احتضنت منذ اللحظات الأولى لانطلاقها رؤية جديدة وتصور مختلف لمستقبل شباب البحرين، وترجمت التعبير الحقيقي لتوجيهات القيادة الرشيدة بتهيئة المناخ الملائم لتنمية قدراتهم وتذليل كافة المعوقات أمام حشد طاقاتهم. مدينة الشباب التي تناغمت تطلعاتها مع إيقاعات الرؤية الاقتصادية 2030 والتي ركزت على تفعيل دور الشباب في بناء وتطوير مفردات المستقبل. الاستثمار الصحيح هو اللي يغرس البذرة اليوم ويجني ثمارها في المستقبل، فاليوم هو وقت الغرس، وقت البناء، وقت تأسيس القواعد الصحيحة إن شاء الله نضمن شباب مستقبل قوي ومثابر وفي نفس الوقت طموح. هناك تناغم وتوافق مع مدينة الشباب والرؤية الاقتصادية 2030، كيف تجد هذا التوافق والتناغم؟ طبعا التوافق الوحيد اللي أنا أشوفه صراحة اللي هو التقدم واستثمار الشباب والتقدم في جميع النواحي اللي هو العلم والاقتصاد والثقافة والسياسة وكل هالأمور هذه اللي لوازم الحياة اللي فعلا الدولة الناجحة اللي هي تقدم فيها. بالأمس اختتم مؤتمر الحوار والتفاهم الذي لقى نجاح كبير وإقبال كبير من الشباب، واليوم تفتتح مدينة كاملة للشباب، ما هي الخطوات التالية لتعزيز قدرة الشباب واكتشاف مواهبهم؟ الخطوة القادمة طبعا لا شيء أصغر من هذا، إن شاء الله كله للأفضل، ونتمنى إحنا إن شاء الله إن إحنا نكفي كل مستلزمات الشباب، وإن إحنا بإذن الله تعالى وبكل أمانة مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة وجميع من يدعم في مجال الشباب كتمكين وكل هذه المشاريع، إن إحنا راح نبذل قصارى جهدنا لتوفير كل لوازم الشباب والاهتمام بهم وتوصيلهم إلى مرحلة أنهم فعلا هم الأشخاص اللي يهتمون بالشباب اللي بعدهم إن شاء الله. التجمع الشبابي سيطلق العنان لطموحات الشباب للانطلاق والانصهار في الحياة المجتمعية وتحويل الأحلام إلى واقع ملموس من خلال إثراء خبرات الشباب وصقل لمهاراتهم. نتمنى أن كل فئات الطلبة في مملكة البحرين يستفيدون من هذه البرامج، يفكرون في تطوير مهاراتهم لمستقبل أفضل لهم، ونلهمهم إن شاء الله من خلال متطوعين جايين من القطاع الخاص يدرسون البرامج ويأخذون خبرة منهم لصناعة غد أفضل للطالب. النسخة الثانية من مدينة الشباب تعد مبادرة شبابية غير مسبوقة نظرا لما تتضمنه من مجموعة من الفعاليات التعليمية والتدريبية المتنوعة التي ترتكز بمجملها على تمكين الشباب وتلبية ميولهم واهتماماتهم المختلفة. المدينة هي شيء نموذج زين حق البحرين هالسنة، ابتدت العام واستفدت منها. أنا كنت العام في برنامج الرواد، برنامج الرواد وايد غير لي في شخصيتي وفي حياتي، فخلوني نموذج زين حق المرأة البحرينية. علمونا شلون مثلا نكون موجودين في المجتمع، موجودين بين الناس، إضافة إلى هاي يعني تعليم طريقة حلوة. مدينة الشباب 2030 هاي تعطي الشاب البحريني تهيئة حق إذا بعدين تخرج منها يلتحق حق التخصص اللي هو بيدشه. وأنا أول مرة أشارك، يعني سمعت وايد عن برنامج هاللون، حبيت إني أشارك وأجرب واستفاديت وتعرفت على ناس جدد يعني ما كنت أعرفه من قبل هاللون. أتمنى إن الشبابيون يشاركون يستفيدون. أفكار قرى المدينة الشبابية هذا العام جاءت مبتكرة من أجل خلق وتعزيز الحس الابتكاري والإبداعي من خلال ورش عمل في مجالات علمية وفنية وأدبية وتكنولوجية. نطمح إن شاء الله من خلال قريتنا الصغيرة إنزين إن إحنا نقدم المعرفة العلمية ونشجع الطلبة المشاركين على انهم يحاولون انهم يغيرون ميولهم ويغيرون فكرتهم عن الجانب العلمي. القريه القياديه طبعا عندها برامج مختلفه تنمي روح القياده والمهارات اللي يحتاجها الشاب عشان يصير قائد في المستقبل. طبعا البرامج عندنا متنوعه من الصبح لليل حق اعمار مختلفه، عندنا من 10 سنوات الى 25 سنه.
مدينة الشباب 2030 انبثقت من استراتيجية مستقبلية ترتكز على الارتقاء بشخصية الشاب البحريني فكريا وثقافيا واجتماعيا، وغرس القيم النبيلة ودفع جيل الشباب لتبني ثقافة الانتاجية والمهارة والسلوك والعمل الإيجابي وإعدادهم للاندماج لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية.